السلام الله عليكم. شاهدوا معنا كواليس تدريبات المنتخب الوطني الجزائري، مثل ما تشاهدون هنا استعدادا لمباراة أوغندا وتونس أيضا، يعني يوم السبت، نظن يوم السبت سيذهبون إلى الدوالا. أيضا شفنا يعني رياض محرز، سعيد بن رحمة، لاعب ليسمى أيضا بالعيد كامل، يعني فرحوا بهم وفي نفس الوقت يعني احتفلوا بالإنجاز. يكون يعمل على العمل النفسي والذهني، وراح يكون يعني حافز للمنتخب الوطني الجزائري. نتمنى أيضا بطولات إن شاء الله قادمة، سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد المنتخب إن شاء الله، وكل التوفيق. نخليكم تشاهدوا خاوتي. بس وراك رايح، اشترك في القناة ودير لايك، حتى وما عجبكش الفيديو اكتبها في التعليق. يا السلام عليكم.